إدهاجي الوراجيل بمحط إدهاجي الوراجيل نعترف بإسرائيل. وسط إجراءات أمنية مشددة نظم العشرة من الصحفيين والسياسيين والمثقفين وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين بالقاهرة تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. أبسط حاجة إن السفارة الأمريكية تغلق في القاهرة وفي كل عواصم العرب، إن اللي عملوا تطبيع مع إسرائيل ينهوا يعني هذا التطبيع العار الذي لم يحقق سلاما بل اتخذ تكأ لاغتصاب حقوقنا وآخرها القدس. كل اللي واقفين هنا بيحملوا الأنظمة العربية، الحكومة المصرية، الحكومة السعودية، كل الحكومات العربية المسؤولية عن تمكن ترامب من اتخاذ هذا القرار بمثل هذه الاستهانة. لو هما كان أصلاً عندهم موقف قوي ما كانش ترامب قدر إن هو يستهين بقرارات الشرعية الدولية، يستهين بالاتفاقيات اللي الولايات المتحدة نفسها رعتها ويقوم باتخاذ مثل هذا القرار العنصري. المحتجون قاموا بحرق علم الكيان الصهيوني اعتراضا منهم على قرار الإدارة الأمريكية، كما رفعوا لافتات للتنديد بالقرار ورددوا هتافات ضد أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العربية. الأنظمة العربية التي كانت تجتمع منذ أسبوع لمواجهة إيران يجب عليها الآن أن تجتمع لمواجهة إسرائيل وأمريكا وأن تتخذ على الأقل ذات الإجراءات التي اتخذتها في مواجهة قطر ومواجهة إيران. كلمة أقولها أخيرة أن الكلمة الآن صارت للشعوب بعد أن سقطت ورقة التوت عن الحكام العرب الخونة. نقابة الصحفيين صرحت عقب الوقفة أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 4 من الصحفيين، وقال مصدر أمني إنهم وجهوا هتافات معادية ضد الدولة، وتحولت الوقفة المعارضة لأمريكا وإسرائيل إلى هتافات وشعارات ضد الرئيس والدولة المصرية. القدس عربية وستبقى عربية رغم أنف الصهيونية، شعارات هؤلاء المحتجين ضد قرار ترامب الذي يتحدى به كل العرب، مطالبين الحكام والأنظمة العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا والكيان الصهيوني. من أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، حمدي شجيع لقناة الشروق الجزائرية.